أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا بكم في لايف سبور. البداية بخبر يهم المنتخب التونسي لكرة القدم ومدرب أستون فيلا الإنجليزي ستيفان جيرارد أعلن رسميا أنه لاعب الدولي الفرنسي لفريق أستون فيلا بوبكر كامارا باش يغيب على مونديال قطر 2022 بسبب إصابة في الأربطة المطقات على الركبة. نذكر أنه المنتخب الفرنسي يعاني حاليا من مجموعة من الإصابات على غرار إصابة ثنائي الوسط نغولو كونتي وبول بوغبا واللي متواصل مجهودات من أجل تجهيز المشاركة في المونديال اللي باش يكون فيه المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة مع منتخبنا التونسي منتخب الدنمارك والمنتخب الأسترالي. بدور المنتخب الأولمبي التونسي لكرة القدم باش يواجه نظير الكونغولي أيام 21 و 26 أكتوبر في الدورة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة واللي بدورها باش يكون مؤهل الأولمبياد باريس 2024. وينزل منتخبنا ضيف على منتخب الكونغو في مباراة الذهاب في برازافيل يوم 21 أكتوبر في حين مباراة الإياب باش تدور يوم 26 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس. محليا الشبيبة الرياضية القيروانية تواصل تحذيراتها استعداد لعودة نشاط البطولة. تمارين جي اس كا دور في ملعب حمد العواني بمعدل حصة تدريبية في اليوم بإشراف المدرب محمود الدريدي قبل التحول إلى جربة ليلة المقابلة لمواجهة أمل جربة نهار السبت مطلثة متاع العشية في ملعب مصفى الدوري بجربة في الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترف الثانية. إلى برنامج مقابلات فرقنا التونسية في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للمسابقات الإفريقية اللي باش تتلعب نهاية الأسبوع الحالي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا نهار الأحد 9 أكتوبر مطلثة متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسير. الاتحاد الرياضي المنسير يستضيف الأهلي المصري والأربعة متاع العشية في نيجيريا بلاتو يونايتد النيجيري يستضيف الترجي الرياضي التونسي. في كاس الكاف نهار السبت 8 اكتوبر ماضي ساعتين وربع متاع نهار بتوقيت تونس في زنجبار كيبانغا الزنجباري باش يستضيف النادي الافريقي ونهار الاحد 9 اكتوبر كيف كيف ماضي ساعتين في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا فريق فاسيل كيتيامال الاثيوبي يستضيف النادي سبيقسي. نكمل في الأجواء الإفريقية ونادي الأهلي المصري أعلن عن موعد مباراته ضد الاتحاد المنسيري في إياب الدورة التمهيدي الثاني من تشامبيونز ليج الإفريقية واللي باش تدور رسميا يوم 15 أكتوبر بداية من 5 متاع العشية بتوقيت تونس باش يحتضنها ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة. في أخبار المدربين المدرب التونسي السابق للترجي الرياضي التونسي راضي الجعايد يدخل في مفاوضات متقدمة من أجل مع نادي سيركل بروج البلجيكي في خطة مدير فني خاصة أنه جعايد يسبق له العمل مع الفريق البلجيكي في وقت سابق في خطة مدرب مساعد. نغيروا الاختصاص ونحكيوا على كرة اليد. اليوم تتلعب الجولة الثالثة من الدور الأول لمنافسات البطولة الإفريقية للأندية في الحمامات. بالنسبة لبرنامج مقابلات فرقنا التونسية اليوم النادي الإفريقي متقدم في اللحظات هذه على مولدية الجزائر 10 مقابل 6 في الشوط الأول والخمسة متاع العشية الترجي الرياضي التونسي باش يكون في مواجهة فريق عين توت الجزائري. في التنس لعبتنا التونسية أنس جابر حافظت على المرتبة الثانية عالميا في التصنيف العالمي للعبات تلس المحترفات الصادر اليوم وهو أفضل ترتيب بالمناسبة في مسيرتها اللي كانت حافظت عليها الشهر الثاني على التوالي بعد بلوغها لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في شهر سبتمبر الفارت. نكمل مع التنس وأنس جابر كيف كيف باش تستهل غدوة مشاركتها في دورة الياسمين الدولية للتنس اللي باش تحتضنها المنستير من 3 إلى 9 أكتوبر الحالي. ونذكر أن أنس جابر باش تستهل الدورة هذه بمواجهة الأمريكية آن لي المصنفة 64 عالميا ضمن مقابلة الدور الأول غدوة بداية من 6 متاع العشية في الملعب الرئيسي للدورة اللي يتسع ل 2500 متفرجة. في نفس الإطار التلفزة الوطنية التونسية أعلنت رسميا عن نقل جميع مقابلات أنس جابر في دورة الياسمين المفتوحة للتنس وأولها مقابلة غدوة ضد الأمريكية آن لي بداية من 6 متاع العشية واللي باش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية.
خارج تونس في أبرز مقابلة اليوم في الدورية الأوروبية في الجولة 9 من البريمير ليغا الإنجليزية 8 متاع الليل ليستر سيتي يستضيف نوتنغهام فورست، في الجولة 7 من الليغا الإسبانية 8 متاع الليل ريو فاليكانو في مواجهة إلشي، في آخر مباراة من الجولة 8 للكالتشيو الإيطالي سيريا 8 غربا هيلاس فيرونا يستضيف أودينيزي. نختم نشرتنا كالعادة بمعلومة صحية تساعد رياضة المشي على الحفاظ على صحة القلب ونشاط الدورة الدموية وتقوية العظام بالإضافة للمساهمة في إنقاص الوزن وتحسين عملية التنفس. هذا كل معنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد ترابلسي ونتقابلوا في مواعيد رياضية قادمة.